اليوم يمكن القول بأن القرار 24/14 جاء لينتصر للموقف المغربي الداعم لمقاربة الحكم الذاتي. هو خيار واقعي وذي مصداقية، وهكذا ما أكد عليه القرار. كذلك القرار انتصر كذلك للتحذيرات المغربية من أن البوليزاريو قد تستهدف الأمن والسلم في المنطقة، وأكد القرار بأن جبهة البوليزاريو عليها الإخلاء الفوري. طبعا هذا تأسيسا لاستتباب الأمن وللحفاظ كذلك على المنطقة التي لا تحتمل يعني هكذا تدهور في الوضع. كما كذلك القرار أكد على أن لا يمكن إيجاد أي تسوية إلا في إطار المقاربة الواقعية والجلوس المباشر. اليوم الجزائر معنية مباشرة كما ورد في القرار بأنها رقم واحد في قضية الصحراء، وأن لا بد من الجلوس على طاولة واحدة. هاي الندوة العلمية حول قرار 24/14 باش ندير واحد التعبئة للناس باش نتوحدوا وجودنا ونوصل واحد رسائل للناس اللي محتجزين في تندوف باش يجوا لأرضهم ويشاركوا معنا في هذا النموذج التنموي، باش عود عندنا واحد رؤية مستقبلية ما نتموا ماشيين في هذه فئة معينة اللي محاصرة هذه الناس في المخيمات 42 سنة. الخطابات ديال جلالة الملك الله ينصره واضحين، عطى واحد نموذج، عطى الاشتراك ديال الساكنة اللي الحمد لله تخطات انتخاب الجهوية اللي عطات الحمد لله اشتراك ديال الساكنة. وزين عندنا كان زين عندهم هاي الندوة العلمية يعود حاضرين معنا نخبة من الفعاليات السياسية والنقابية وحتى الشيوخ التحدوية باش عود عندنا رؤية موحدة كاملين باش نوصل رسائلنا كمجتمع صحراوي مغربي باش نتموا متواصلين ونتموا دايرين هذا اللقاءات باش هذوك الناس اللي كاينين في محتاجتهم الجزائر في المخيمات باش يجوا يشاركوا معنا في هذا المخطط التنموي. قضية الصحراء، الصحراء قضية وطن، قضية وجود بالنسبة للمملكة المغربية. القرار الأخير الذي أصدره مجلس الأمن بخصوص الصحراء، القرار رقم 24/14، هو قرار يحث على أن الاستقرار الأمني هو وسيلة مهمة لتحقيق الاندماج الاقتصادي ومن أجل تحقيق السلم في الصحراء والساحل. إن مقاربة المغرب هي مقاربة جنوب، مقاربة تنموية، مقاربة اقتصادية. لا يمكن أن نستثمر ولا يمكن أن نخلق إقلاع اقتصادي بدون أمن. الأمن هو الاستثمار، وهذه هي مقاربة المغرب. لهذا فهو يمد يده للبوليزاريو وللجزائر من أجل الجلوس في طاولة المفاوضات من أجل تحقيق اندماج اقتصادي مهم للوحدة الإفريقية الاقتصادية. أكيد أنه بعد القرار الأممي 24/14 يتضح أن الخيار الاستراتيجي الذي تبناه المغرب هو اعتماد المقاربة التنموية الاقتصادية على أساس بناء الإنسان والعيش الكريم لأهالي الصحراء، يبقى هو في إطار مقترح الحكم الذاتي هو ما يرتبط ب التنمية، انطلاقا من أنه لا تنمية بدون أمن، وبالتالي فهذا القرار لابد أن يستثمر في هذا الشق التنموي الاقتصادي نظرا لما فيه من كرامة الإنسان. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.